مشاهدينا نكون بالصوت والصورة مباشرة لننقلكم أجواء واحتفالات الناس بكردستان بعيد فطر المبارك مع مراسلتنا نجلاء سندي. صباح الخير نجلاء، كل عام وأنت بألف خير. صباح النور زميلاتي، صباح النور على الجميع، وكل عام وجميع بألف خير. طبعا الأجواء العيد في مدينة زاخو لا يختلف عن بقية مدن إقليم كردستان التي توهجت بالفرح والسعادة، وخصوصا بعد عامين من جائحة كورونا التي تم تخفيفها الإجراءات الاحترازية. ارتأينا هذه المرة أن تكون أجواء العيد مع نجوم الغناء الكردي، وخصوصا أن مدينة زاخو تعد مدينة الأصوات الجميلة ومدينة الفن والفنانين مع الفنان الكبير سمير زاخولي. مرحبا، كل عام وانت بألف خير. استاذ سمير، شلون شفت الاجواء العيد هذه السنه؟ اهني الشعب العراقي واهني اقليم كردستان شعبنا بهالعيد هذا السعيد ان شاء الله على الجميع. الحقيقه عيدنا هالسنه هذا اكو فارق كبير بين الاعياد السابقه لظروف كل العراقيين يعرفوها. بزاخو يعني حقيقة أجواء جميلة جدا، والطبيعة خلابة، ويعني ظروفنا كل جينا الحمد لله، فقضينا أيام حلوة بهالعيد هذا حقيقة. يعني أستاذ سمير، يعجبنا نسمع من عندك مقطع أغنية سواء كردية أو عربية. نعم كردية وعربية، خلينا غني كردي أحسن. في نوت دلبامين خنجرك جهري كريم نو بين فرد الدلمين او جهي خوي كريم وشنج خلك بشريم ودي من تشكر كريم وشنج خلك بشريم ودي من تشكر كريم وشنج خلك بشريم دي من تشكر كريم أفينا تاد البارا من خنجرك جهري كريم نوبينا برد ديلي من أويجهي خوي كرياخ أويجهي خوي كري. دس خوش. معي أحد الفنانين هشام زاخولي، شلون شفت الأجواء العيد الفطر هاي العام؟ مرحبا، لو وسهلا. والله المره الاجواء حيل يفرق من اجواء الباقي، يعني الحمد لله صباح مثل يوم اول يوم العيد زرنا القرايب والاهل والاهل والام والوالده والهاي، بعد ثاني يوم زرنا الاصدقاء والبعض مشان يوم الاصدقاء صراحه كنت ويا استاذ سمير. نعم طبعا الاجواء اختلفت عن العامين السابقين، شلون نشوف يعني هالسنه لمت العائله صارت احسن؟ طبعا العام والعود العام كورونا كان جاحت كورونا، وهسه الحمد لله ماكو كورونا، خلصنا منها الحمد لله، هسه يفرق. استاذ سمير مقطع هالمره اغنيه عربيه اذا تقدر. لا خبر لا خبر لا شفية لا حامض حلو لا شربت لا خبر قالوا صوانيكم مشموع ترست والتمن الحلوات من كل بيت حلو التمن وترف أصابع ليلة الحنة بعدها بتحنن وفدنو فدنوب ما مشوفه لهنا وصلت فدنوب ما مش طيب لهنا وصلت لا خبر لا شفية لا حمص حلو لا شربت. ما شاء الله شكرا جزيلا عاشت ايدك. طبعا زملائي طبعا نجوم الغناء هنا يحرصون على يعني ايصال صوتهم عبر الموسيقى، وخصوصا ان مدينة زاخو تسجل اعلى نسبة اصوات المطربين فيها مقارنة محافظة أكيد نجلاء، بس أنا حابة أعرف منك أنت وين تحديدا بزاخو؟ يعني المناظر الولاكي الطبيعة الخلابة، حابين نعرف أنت بأي منطقة بزاخو؟
نعم زميلتي، أنا حاليا متواجدة أمام جسر الدلال الأثري والذي يعد من أهم المعالم الأثرية في إقليم كردستان ومدينة زاخو، حيث توافد العديد من السائحين خلال اليومين الماضيين إلى جسر الدلال لالتقاط صور تذكارية. أيضا يعني يعتبر هذا الجسر متنفس لأهالي المدينة. طبعا هذا الجسر تولت حكومة إقليم كردستان الاهتمام بهذا الجسر، وخصوصا يعني بإقامة المدرج الروماني واتساع أو توسع هذا الجسر وترميمه ليتسع لأكثر من 5000 شخص لهذا الجسر. العديد من السائحين من وسط وجه نعم نجلاء سندي كنت معنا مباشرة من زاخو، شكرا جزيلا لك.